السيدة لينا قنعوه محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك لينا. أهلا بك. يعني شفنا نفط اليوم ارتد ارتفاع، يمكن هي فعلا مخاوف على المعروض زي ما حكينا امبارح. نعم بسبب العقوبات. طيب خلينا اليوم نتابع، كثير كانوا بيسألونا عن الذهب، ليش الذهب ما استفاد من تراجع الدولار بالأمس ووجدنا أيضا إلى تراجع على الرغم من ضبابيه المشهد وعدم الأمان، بس ما شفنا حيازة قوية على الذهب. بالنسبة لأسعار الذهب، طبعا الدولار الأمريكي متراجع وفي ضعف في الدولار الأمريكي، هو الأدنى منذ مارس الماضي من عام 2021، منذ 6 أسابيع تقريبا عم نشوف تراجع. بالعادة نحن بنشوف العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي، لكن ذلك ما حصل. وبعد ما وصلنا لارتفاعات أمس قوية، وصلنا تقريبا لمستويات فوق 1790 دولار، لم نتخطى مستويات 1800، شفنا التراجع. هناك ارتباط بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد ما شفنا الارتفاعات على عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم ترتفع تقريبا أمس ب 1.61%، هذا اللي سبب الضغط على أسعار الذهب. يظهر أنه في علاقة تاريخية بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على وجه الخصوص مع أسعار الذهب، يعني وخاصة معامل الارتباط على المدى القصير والمتوسط. فالآن إذا نظرنا إلى الذهب ونظرنا إلى الذي حصل يوم الخميس والجمعة، كان في ارتفاعات ملموسة على أسعار الذهب بسبب التوترات الأمريكية الروسية، السياسية الأمريكية الروسية أثرت على ارتفاعات أسعار الذهب بوجه ملموس. لكن يظهر أن المضاربة لعبت أمس دور أساسي في تحركات أسعار الذهب، لأننا إذا نعتمد ننظر إلى أسعار الذهب على الأساسيات على التضخم، التضخم الآن في معظم البلدان منخفض نسبيا، فبالتالي أي أثر سلبي عم نشوفه عم بيخلي أو خبر سلبي عم بيأثر على تحركات الذهب على المدى القصير والمتوسط، لهذا السبب عم نشوف التراجعات. لكن احنا معتمدين على أساسيات الذهب من حيث ارتفاع التضخم والتوقعات بارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة، أنه نشوف ارتفاعات صاعدة على الذهب على المدى الطويل، لكن ما رح نشوف الارتفاعات اللي شفناها بعام 2020، لكن الارتفاعات مستمرة بالارتفاعات على المدى الطويل بالنسبة لأسعار الذهب. نذهب إلى موسم إعلان النتائج، كما تعلمي جيدا سواء كنا نتحدث عن أسهم الفانج اللي أحدها نتفليكس كان استفاد من فترة الكورونا لأنه زادت الاشتراكات كثير، لكن بنفس الوقت شركة واجهت منافسة واضحة من كل الشركات التي تعمل في هذا القطاع. ما الذي نتوقعه على من نتائج التي ننتظرها خاصة بعد الأداء الذي لاحظناه على السهم بالأمس؟ بالنسبة لشركة نتفليكس، منذ بدء جائحة كورونا شفنا ارتفاعات على أسعار السهم على نتفليكس خلال 10 أشهر، من عدا شهر سبتمبر وأكتوبر شفنا التراجعات على السهم. العائد على السهم ارتفع خلال عام 2020 إذا نظرنا الربع الأول الثاني الثالث، لكن بالربع الرابع شفنا بعض الانخفاضات في عام 2020. الآن التوقعات بأنه يكون في ارتفاع بنسبة 2% توقعات العائد على السهم ب 2.98 بالنسبة لنتفليكس في الربع الأول من عام 2021، رغم أنه نحن بنلاحظ أنه دائما نتائج نتفليكس عم تأتي دون التوقعات، يعني من عام 2020، رغم أنه ممكن تجي أنه أقل من التوقعات المفروض تجي عليها 2.98، لكن رح تعتبر نتائج إيجابية جدا متوقع إذا ما قررها خلال عام 2020. لكن يجب النظر لعدة عوامل ممكن نشوفها ومتوقعين. أول قبل ما نذكر العوامل، خلينا نشوف أنه متوقعين على أسعار السهم نتفليكس نوصل إلى 600 دولار ومستمرة، لكن يجب أن ننظر لعدة عوامل كما ذكرتي المنافسة، ممكن أيضا الاشتراكات الجديدة من المشتركين الجدد في نتفليكس يأثر بسبب انخفاض عدد الإصابات في فيروس كورونا، نشوف انخفاض في عدد الاشتراكات والتوقعات أنه تنخفض الأرباح تبدأ بالربع الثاني الانخفاضات. خلينا نشوف سهم جونسون أند جونسون. الشركة تواجه تحديات كثيرة، على رأسها إيقاف اللقاح، هذا من جهة، مطالبات أيضا ودعاوى في المحاكم بتعويضات تتعلق بقطاع الأدوية الأخرى. ما تعليقك وما الذي ربما سينعكس على نتائج الشركة؟
بالنسبة لجونسون أند جونسون، أولا بداية أحد المواقع الأخبارية عم تقول أنه رح يستمر حسم يعني بإعادة استخدام لقاح جونسون أند جونسون رح يستمر لمدة أسبوعين. في عنا المراكز الأمريكية المسؤولة عن السيطرة على الأمراض وأيضا هيئة الغذاء والدواء عم تقول أنه رح يكون في اجتماع للجنة للبت بأمر استخدام لقاح كورونا، لكن مسؤولين استخدام لقاح جونسون أند جونسون المسؤولين عم بيقولوا من المراكز الصحية هي في المجال الصحي انه راح يكون ما راح يكون المسؤولين بالمجال الصحي انه راح يحتاجوا بيانات حتى نبلش بيانات كافية لدعم جونسون اند جونسون. توقعات انه تكون ارباح جونسون اند جونسون تحقق 2.31، طبعا هو مرتبط وعلاقة صلة بالتجلطات الدموية، وايضا في اتهامات وايضا لجونسون اند جونسون. المشكلة انه الموضوع كثير جونسون في شركات عن تعثر حظها ربما موضوع متعلق بتضليل السوق بتضليل حول المنتج حول انه تقليل في اهميه الادمان في عقاقير انتجتها، وبالتالي عم تحدث وفيات، وبالتالي هذا عم بياثر على سهم جونسون. شكرا، لكن الارباح ممكن تبقى الارتفاعات على سهم جونسون ان جونسون في هذه الفتره. شكرا لك لينا قنوع، وانت محلله اسواق عالميه في مجموعه.